بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو الشعب البحراني الأبي إلى التفاعل مع فعالية يوم الاستقلال الوطني في تاريخ 14 أغسطس 2015، وهذا اليوم يمثل للشعب البحراني يوم من البحرين سنة 1971 في شهر أغسطس في يوم 14. كما أدعو القوى الثورية والقوى السياسية في البحرين إلى مناهضة تغييب هذا اليوم من ذاكرة الوطن، ويدعو إلى تخليد يوم الاستقلال الوطني وجعله النموذج وجعله يعني منطلق إلى التحرر من العدوان السعودي والاحتلال السعودي الذي يجثم على الثورة البحرينية.